تا يا شريك، اليوم بدنا نحكي شغلة. الناس اللي بدها تقلدنا تقلدنا، ما في مشكلة، نحن بالعكس بنحب روح المنافسة، لكن اليوم بدكم تقلدونا موضوع الخبرة، خلي يكون موضوع أساسي. يعني اليوم نحن لما مثلا بنجيب أي منتج بنجيب قطعة واحدة بنجربه عنا، بنشوفه 100% هل هو هذا المنتج صالح، جيد، سيء، في سلبيات وشو الإيجابيات، شو الوضع، بعدين نطرحه على السوق. يعني شوفوا هذا مثلا منافس للاو اس اس تيم، تمام، للسي 210، منافس جدا جدا ونوعية احسن، 120 واط وكفالة وكل شيء. وهذا الاي 2 كمان من شركة السوغون، هذول اثنين من شركة سوغون، ولكن انا ما طرحتهم، تمام، لجربهم 100% بعدين بجيب مثلا هذول كاويات. انا ما جبت كمية مباشرة نشرتها، لسه تحت التجربة، اذا في اي شيء غلط مباشرة بنهيها، عرفت، وما عاد جيب منهم، بجيب بس قطع واحدة. وهذا السبب انه في كتير امور انا ما بجيبها ابدا.